تقدم المخرج أحمد خضري بسيناريو مسلسل النيل الطيب المقرر أن يقوم ببطولته الفنان حسين فهمي إلى الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لبحث قيام المدينة بإنتاجه ووضعه ضمن خطتها الدرامية لعام 2012، وذلك بعد انسحاب شركة الجبري من إنتاج العمل وتأجيلها له لانشغالها بعمل درامي آخر. كان الفنان حسين فهمي قد بادر بتخفيض أجره لخروج العمل إلى النور، خاصة وأن تكلفته الإنتاجية عالية لأنه يتطلب بناء ديكورات للفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث، حيث يلقي العمل الضوء على أصول المماليك الذين تواجدوا في فترة من الزمن على أرض النوبة وسقطوا على يد السلطان سليم الأول. العمل يشارك في بطولته لقاء سويدان أحمد فؤاد سليم ورشوان توفيق وعبد العزيز مخيون ورؤوف مصطفى. الناس ما بتعترفش غير بالقوة، اللي عنده القوة بيمتلك العالم. فكر على مهلك ويبقى اتصل بيه. غادة دي أنا هتجوزها. أنا ممكن أخليك مليونير في 24 ساعة. بقول لك ابعد عنها يا فؤاد عشان ما زعلكش. ساعتها هيبقى معاك القوة ولا أي حد هيقدر يقف في طريقك.